يعني لما نتوقف عند غاندي، أحب نبدأ من مرحلة من المراحل ما بعد غاندي. كيف لما نبدأ من الآخر بقى، نعم. بعد رحيل غاندي، كيف تعامل الناس في الهند وفي العالم مع رحيل غاندي حتى نصل إلى نقطة البداية؟ والله هو غاندي من الرموز السياسية اللي تركت بصمتها بالنسبة لتاريخ الهند وتاريخ العالم بشكل عام، زيه زي جيفارا وزي الزعيم عبد الناصر وزي مصطفى كامل وزي سعد زغلول. لكن غاندي ربما الظروف اللي اتولد فيها واللي عاشها في تاريخ المجتمع الهندي كانت ظروف صعبة جدا. هو اتولد في مرحلة كانت بعد الثورة الهندية، في ثورة اجتاحت المجتمع الهندي 1857-58، هو جه بعدها بحوالي 10 سنين اتولد. عاش المرحلة الصعبة جدا اللي كان بتمر بيها الهند والسياسة البريطانية في الهند، لأن إنجلترا كانت بتعتبر إن الهند هي درة التاج البريطاني وكانت مركز المستعمرات بتاعتها في الشرق. فغاندي اتولد في هذه المرحلة اللي كانت إنجلترا بتسعى لتكريس مشروع استعماري من خلال الهند في المنطقة، في الوقت الذي كان يسعى في نفس الوقت إن هو يقاوم الوجود البريطاني في الهند وفي المنطقة، ولكن بأسلوب مختلف تماما، لا يقوم على المواجهة العنيفة والمواجهة المسلحة. وبالتالي الدروس المستفادة من تجربة غاندي هي دروس ناجحة جدا، لأنه رجل آثر أن يتجنب العنف والمواجهة مع المحتل ويستخدم أسلوب المسالمة والمهادنة والملاينة، وأعتقد أن ده كان له دور كبير جدا في توجه الحركة الوطنية الهندية. الحاجة الثانية كمان أنه هو كان ضد التهميش للعرقيات ولأصحاب الديانات في المجتمع الهندي، وكان دائما ما يرفع شعار دعونا نموت من أجل الهند أولا وندافع ونحقق الاستقلال ثم بعد ذلك نناقش قضايا. أعتقد أن هذه القضايا التي طرحت من جانب غاندي في مسيرته تمثل دروسا مستفادة لكل من يعني لديه رغبة في أن يعد التاريخ ويوظف التاريخ من أجل مصلحة الشعوب ومن أجل مصلحة الإنسانية. ده يرجعني للسؤال اللي سألته لحضرتك، أنه ما بعد غاندي تم التعامل معاه بشكل أنه رمز، ده يعني ناتج لهذه الأمور اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ طبعا طبعا، التعامل مع غاندي ومسيرته ونضاله نابع من هذا، لأن هو كان مؤمن، هو كان مؤمن بقضية، بقضية شعب أو بقضية شعب خاص به هو، يعني هو كان يتبنى قضية إنسانية، قضية إنسانية. لا، هو بدأ بقضيتهم ثم بعد ذلك قضايا من يعانون كما كان يعاني الهنود، سواء كانوا في جنوب إفريقيا أو في شبه القارة الهندية. وبالتالي وأنا عايز أقول حاجة، إحنا عندنا الحركة الوطنية المصرية استفادت من غاندي على فكرة، يعني ثورة 19 في مصر وقادة ثورة 19 في مصر استفادوا من التجربة التي كان يمثلها غاندي بالنسبة للحركة الوطنية الهندية في ذلك الوقت.